الأديب الموسوعي الذي فقد بصره في الصغر، إلا أن أعماله كانت ولا تزال مشعة في سماء الأدب. في الرابع من نوفمبر من عام 1889 ولد طه حسين بمحافظة المنيا بمصر. أصر على مواصلة دروسه رغم أنه كفيف، فحفظ القرآن ليلتحق بالأزهر الشريف، وهناك ألم بأصول الدين الإسلامي، كما تعلم النحو والبلاغة. دخل بعد ذلك إلى الجامعة المصرية فنال الدكتوراه، ونظراً لتفوقه أوفدته الجامعة إلى مونبولييه بفرنسا لإتمام دراسته، فاستزاد من الآداب وعلم النفس والتاريخ الحديث. وبعد إكمال دراسته عاد إلى مصر ليعمل أستاذاً للتاريخ، ثم أستاذاً للغة العربية، ثم عميداً لكلية الآداب، فمديراً لجامعة الإسكندرية. تبوأ بعدها منصب وزير للمعارف. قاد طه حسين الدعوة لمجانية التعليم وإلزاميته بمصر، كما كان له الفضل في تأسيس العديد من الجامعات، ودق بوابة الصحافة من خلال رئاسة تحرير جريدة الجمهورية. خاض طه حسين غمار التأليف، فأثرى المكتبة العربية ب63 كتاباً، أشهرها المعذبون في الأرض، والأيام الذي روى فيه سيرته الذاتية، ورواية دعاء الكروان، وصوت أبي العلاء المعري، وكتاب فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. رحل طه حسين في 28 أكتوبر من عام 1973 بعد سنوات قضاها معلماً ومؤلفاً وصانعاً من صناع النور.